سواء كنت مصري أو سعودي فلازم يطلع لك تصريح علشان تقدر تعمل عمرة، من غيره هتتحاكم. إيه اللي هتعمله السعودية مع المصريين المخالفين لقواعد العمرة، وإيه هي أهم قاعدة مهتمين بيها هناك؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. تحذير عاجل وشديد اللهجة من الحكومة السعودية للمصريين والوافدين المتواجدين في المملكة ومن يرغب في عمل عمرة، واجب عليك تسمع الكلام وتعمل اللي بيتقالك عليه. طلبت وزارة الحج والعمرة من كل المصريين والراغبين في عمل العمرة انهم يلتزموا باللوائح والقوانين المعمول بيها في المملكة. اهم تلك القوانين انك تقدم على تصريح للعمرة قبل ما تروح، لانك لو رحت من غير تصريح فده هيعمل لك مشاكل ويعرضك لعقوبات. على حسب كلامهم تصريح العمرة سهل جدا، على اي واحد ممكن يطلعه. كل اللي عليك انك هتقدم عن طريق تطبيق نسك او توكلنا، والتطبيقين دول هم اللي بيتم من خلالهم اصدار التصريح. شايفين الدنيا مبسطة هناك ازاي؟ بس اللي يلتزم وياخد باله بس. حذرت وزارة الحج والعمرة اي حد يخالف التنبيه ده. الوزارة اصدرت التنبيه ونشرته عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي. قالت في التنبيه ان لازم الكل يتعاون عشان الدنيا تكون سلسة اكتر شوية، وكل اللي عايز يعمل عمرة يعملها بدون صعوبات ومشاكل. وفي كلام الوزارة اتضح ان اللي هيخالف الشروط والاجراءات دي هيتعاقب، هيحصل معاه ما لا يحمد عقباه، في الاغلب هيدفع فلوس وفلوس كتير نظير المخالفة اللي عملها. وكمان نشرت كام نصيحة كده واجب اتباعها لمن يرغب في اجراء العمرة. على كلامهم فأي واحد عايز يعمل عمرة لازم ياخد احتياطاته الصحية على قد ما يقدر، واختيار الاوقات معتدلة الحرارة، الاوقات اللي الجو فيها كويس يعني ومش حر قوي، لان زي ما انتم عارفين الجو في المملكة حر جدا وصعب تحمله. دي كمان نصحت اللي عايز يعمل عمرة انه يريح شوية من بعد ما يوصل السعودية، يعني ما يروحش على طول يعمل عمرة، يريح جسمه الاول ويهدي نفسه كده من المشوار والسفر، وبعدها يبقى يعمل عمرة براحته، بس طبعا بعد ما ياخد التصريح عن طريق تطبيق نسك. اللافت بقى والمهم ان الحكومة السعودية اتاحت من فترة كده تأشيرة الزيارة الشخصية. الزيارة دي من خلالها هتسمح لمواطنيها اللي هم الجماعة السعوديين يعني انهم يجيبوا اصدقائهم وحبايبهم للمملكة العربية السعودية، وطبعا بغرض العمرة. وبرضه علشان تقدر تعمل عمرة لازم عليك ان تقدم على طلب عبر تطبيق نسك او توكلنا. لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا مع بعض ايه اللي ماشية فيه السعودية بخصوص العمرة، طلبت ايه يعني وفرضت ايه على مواطنيها والكل انهم يعملوه علشان يقدروا يعملوا عمرة. طلبت من الكل انه يطلع تصريح عمرة الاول قبل ما يروح يعملها، وكل ده على كلامهم علشان الامور تكون ميسرة اكتر عليهم. انتم ايه رأيكم في القرارات دي؟ موافقين عليها ولا لا؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات.